باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. المرة اللي فاتت ختمنا الحديث بتاعنا عن شخصية استفانوس في الأصحاح السادس من سفر الأعمال، وختمناه بختام جميل إنه إيه؟ ورأى وجهه كأنه وجه ملك. وقلنا يا ريت كلنا ربنا يدينا ويدي كل البشرية إن تبقى وجوهها كوجوه الملائكة. نسمع هنا في الأصحاح السابع نقدر نسميه دفاع استفانوس، بس مش بستريح لكلمة دفاع استفانوس لأنه لم يدافع عن نفسه، ولكن نقدر نقول عزة استفانوس الكرازية أو الإنجيلية. إنجيل مفتوح، تفسير رائع للعهد القديم يقدمه القديس استفانوس لرئيس الكهنة. لاحظنا المرة اللي فاتت في الآية، الآية 11 الأصحاح السادس، سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله، وحط موسى قبل الله، ورجعوا مرة تانية يقولوا خطفوه وأتوا به إلى المجمع وقاموا شهودا وقالوا لا يفتر عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس والناموس، وكأن الهيكل قبل الإيه؟ قبل الوصية ربنا، يعني حطوا موسى قبل الله وحطوا الهيكل قبل الإيه؟ قبل الناموس أو وصية ربنا. فنقدر نقول هما اتهامين أو أربع اتهامات. نقدر نقول إنهم اتهامين، اتهام إنه هو مجدف ضد موسى وضد الله، وممكن نقول إنهم أربعة، ضد موسى وضد الله وضد الهيكل وضد الناموس. القديس استفانوس استغل هذا وهذه الاتهامات مش للدفاع عن نفسه، مشغلهوش، لكن فرصة يبتدي يفتح العهد القديم ويقدم الصورة الروحية الجميلة أو التفسير الروحي الإنجيلي للعهد القديم. فنبتدي بالأصح بهذا الحديث. فقال رئيس الكهنة: أترى هذه الأمور هكذا هي؟ زي ما أي واحد متهم، أنا ما أعرفش في مصر، لكن مثلا في أمريكا أول سؤال يسأله القاضي للشخص: guilty ولا not guilty؟ إيه، مخطئ ولا غير مخطئ؟ فهنا بيقول له رئيس الكهنة: أنت رأيك إيه؟ عايز يقول له أنا غلطان وحقك عليا، فممكن إيه يقفل الموضوع ويسامحه ويطلع أنه هو إنسان إيه قدام كل الموجودين، قدام كل الشعب إنسان فير وعادل وليس بظالم. فقال طبعا استفانوس: أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا. مقدمة جميلة، أيها الإيه؟ أيها الرجال، دول أخواتي وأبهاتي. ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حاران، وقال له: أخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله بعدما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم الآن ساكنون فيها، ولم يعطه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده، ولم يكن له بعد ولد. وتكلم الله هكذا أن يكون نسله متغربا في أرض غريبة فيستعبدوه ويسيء إليه 400 سنة،
والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا، يقول الله. وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. وأعطى عهد الختان، وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الآباء الاثني عشر، ورؤساء الآباء حسدوا يوسف وباعوه إلى مصر، وكان الله معه وأنقذه من جميع ضيقاته، وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر، فأقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيت. هقف عند الحتة دي. كلمهم عن مين؟ قال لهم انتوا ناس بتحبوا تقليدات ابائكم، وبتدافعوا عن موسى، وبتدافعوا عن ربنا، وبتدافعوا عن الهيكل، وبتدافعوا عن الناموس. طيب تعالوا نتفاهم مع بعض. مين اكتر واحد بتعتزوا بيه؟ بتقولوا احنا اولاد مين؟ احنا اولاد ابراهيم. قال لهم هكلمكم عن ابائنا ابراهيم واسحاق ويعقوب ورؤساء الاباء اللي هم اولاد يعقوب، وبالاخص يوسف. وتعالوا نعمل مقارنه بين هؤلاء الجبابره رجال الايمان وبينكم. إله المجد اللي انتوا بتقولوا عليا ان انا بجدف عليه، انا بسميه إله المجد. ظهر لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين. مين فيكم احسن من إبراهيم؟ حد يقدر يقول انا احسن من إبراهيم؟ ضروش. قال لهم إبراهيم لما ظهر لي إله المجد لم يظهر في أورشليم ولا في الهيكل ولا في أرض الموعد، ولكن ظهر لإله فين؟ وهو فيما بين النهرين بين الكلدانيين. دي أول ضربة صعب. كنتوا فاكرين أنكم بتعتزوا بأنكم في أورشليم وبتدافعوا عن الهيكل وبتقولوا إحنا يعني متمسكين ومحافظين على الناموس وإلى آخره. طب تعالوا، مش انتوا ولاد ابراهيم؟ ابراهيم ظهر له اله المجد، وانتوا جالكم ابن الله ورفضتموه. ابراهيم ظهر له اله المجد بين في ارض الكلدانيين، وكلمه الله المسيا جالكم لغايه اورشليم ورزلتموه وقتلتموه. إبراهيم طلب منه أن يترك أرضه وعشيرته وبيت أبيه، ولم يحدد له ربنا الموضع، بس بيقول إيه؟ وهلم إلى الأرض التي أريك. ما قالوش هتروح فين، والمسيح جالكم ما طردكمش بره، ولا قال لكم سيبوا أورشليم ولا سيبوا بلدكم، ده جاي بيقول لكم انا جاي من السماء اقعد معاكم واخدكم معايا للسماء. اذا احبائي، مقارنه جميله، حتما هذه العظه مختصره لحديث طويل بين ابراهيم وبينهم. بيقول لهم بتحبوا ابراهيم؟ تعال اعملوا اعمال ابراهيم. ابراهيم ساب ارضه وعشيرته وبيت أبيه. أنتوا تحبوا تسيبوا مين؟ مش بنقول لكم سيبوا حاجة، بنقول لكم اقبلوا اللي جاي من السماء يطلعكم للسماء، وشفتم وإحنا شفناه بعينينا وهو صاعد إلى السماء. إبراهيم لم تحدد لي أرض معينة، ومسيحنا جاي يقول إيه؟ ورثة الله ووارثون مع المسيح. إبراهيم قيل عنه ولم يعطه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولا الحتة اللي واقف عليها، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده، ولم يكن له بعد ولد. يعني ما ادهوش أي وعد، قالوا الأرض اللي أنت فيها دي تاخدها، بالعكس
قال له حديها للنسل بتاعك وهو ما عندوش ولد. وتكلم الله هكذا أن يكون نسله متغربا في أرض غريبة فيستعبدوه ويسيء إليه 400 سنة. طبعا ذكرت مرة تانية 340، هو بيتاخد الرقم الراوند فيجر يعني. إذا إبراهيم ما تمتعش باللي انتوا بتتمتعوا بيه، لكن كان إيه؟ آمن إبراهيم بالله فحسب له برا وأطاع، وانتوا لا قبلتوا الإيمان بالمسيح المخلص ولا أطعتم وصيته. قال لهم أيضا وتكلم الله هكذا أن يكون نسله متغربا في أرض غريبة. يعني كانت كل الإعلانات قاسية، سيب أرضك وعشيرتك وبيت أبيك وحوديك حتة أنت مش عارفها ومش حورتك ولا وطئة قدم، وحدهولك حدين نسلك فيما بعد، وأولادك من نسلك هيقعدوا 400 سنة متغربين لدولة يستعبدوهم. طب يا رب يقول بس كلمة تفرح، ويسيئوا إليه. وبعدين والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا يقول الرب، وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. مشوار طويل لغاية ما جوا هنا. أحبائي عجيب الإنسان، مش عارف ليه بنعقد الأمور. إلهنا إله طيب بسيط محب. لما إبراهيم كان يقدر يستحمل اداله وصايا صعبة، المرة دي جاي ربنا مش بيقول لك سيب وتعال، بيقول لك أنا حجيلك. والكلمة صار جسدا طأطأ السماوات ونزل، حل بيننا ورأينا مجده كمثل مجد ابن لوحيد، أو مجد ابن الوحيد لدى الآب. إيه العز اللي احنا فيه ده؟ إبراهيم لم يأخذ وعدا بأي ميراث، وأحنا يقول لنا إيه؟ يقول لنا أنا ليكم، لست أدعوكم عبيدا بل أحباء، وأديكم روح البنوة، وأقدم ليكم روح القدوس، وأحملكم فيا وأدخل بيكم إلى عرشي. يا ربي إيه العذر بتاعنا بعد كل ده؟ عايزين إله يبقى في السماء قافل على نفسه، يعتزل البشرية ويدي أوامر قاسية ويعنف. إلهنا جاي يقول نيري هين وحملي خفيف، أو نيري حلو في الكلمة اليونانية وحملي خفيف. أنا جاي أحلي بقكم، أنا جاي أشيل صلبكم، أنا جاي أحملكم وأطلع بيكم كما على السحاب أدخل بيكم إلى العرش. أنتوا بتعتزوا بآبائكم وبتعتبروني ضد آبائكم، طب تعالوا أقول لكم آبائكم عملوا إيه. قال آبائكم عاشوا أن يكون نسله متغربا في أرض غريبة وبقوا عبيد، وقعدوا 400 سنة نسيوا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وعاشوا في وسط الإيه؟ وسط التراب بتاع أرض مصر، وصاروا عبيدا في مزلة. ف انتوا زعلانين ليه؟ ده هو جاي يشيلكم من روح العبودية، ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرارا. هو قال لهم الأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا يقول الله.
أنا بقول لكم الأمة فرعون وجيشه أنا اللي أدينه، واللي احنا بنكلمكم عنه بيقول رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. الشيطان اللي بيرهبكم وعامل زي البرق كأنه مملوء بهاء يسقط من قلبكم السماء بتاعت ربنا وينزل تحت رجليكم. حتى الضيقة اللي أنا سمحت بيها سمحتها لأجل خلاصهم، يقول إيه؟ وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. لو إنه أول ما طلعوا، أول ما مات إبراهيم ورا إسحاق ورا يعقوب وقول إثنى عشر وكونتوا الأمة بتاعتكم وعاشوا في أرض كنعان كان يبقى لكم عذر، لكن ده داقوا المر 400 سنة وأنا رأيتهم وبقدر ما أذلوهم كانوا ينمون جدا زي ما بيقول في سفر الخروج، وجبتهم إلى هذا الموضع فقولوا لي ليه تتهمونني إن أنا ضد الشريعة أو ضد موسى وضد الله. الآية 8 يقول إيه؟ وأعطاه عهد الختان وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن. ما قالش وأختتن. إبراهيم لما ظهر لي إله المجد كان مختتن ولا ما كانش مختتن؟ ما كانش اتختن، كان لسه نقدر نسميه من الأمم، لأنهم بيعتبروا إن بقيوا يهود لما اتختنوا. فبيقول لهم انتوا قاعدين تتكلموا عن ناموس، مش اهم حاجه في الناموس الختان هو يوم السبت؟ ابراهيم ابوكم شاف اله المجد قبل ما يتختن، والختان ده جاء ايه؟ ده جاء عباره عن السيل، ختم الموعد والميثاق اللي بين الله وبين ابراهيم قبل ان يختن. وبعدين وإسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد رؤساء الآباء الاثني عشر. وبعدها بقى خطيرة، ورؤساء الآباء حسدوا يوسف وباعوه إلى مصر وكان الله معه. قاعدين تقولوا احنا أولاد الآباء وقاعدين تعتزوا بآبائكم، طب أكلمكم عن آبائكم. قولوا لي بقى إفرايم وبقيت كل الأسباط عملوا إيه في يوسف؟ حسدوه وباعوه إلى مصر وكان الله معه. أو إبراهيم كان بين الكلدانيين وشاف مجد الله أو إله المجد. يوسف كان فين؟ في مصر أرض العبودية وكان الله معه. إذا المشكلة مش في المكان، مشكلة في القلب. وأنقذه من جميع ضيقاته وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر فأقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيته. حتى لازم نفكر فيها كويس، في الآباء وفي ملك مصر. الآباء حسدوا يوسف وباعوه، ملك مصر الأممي عمل إيه؟ أقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيته. يعني الأممي فرعون بأعظم من آبائكم، لأنه لم يحسد يوسف بل أقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيت. هو حب استفانوس أن ينزع منهم الفكر الحرفي سواء للأحداث أو للناموس. عايز يقول لهم نفسي تبقوا أولاد إبراهيم ونفسي تبقوا أولاد يوسف ونفسي تتمتعوا بإله المجد مع إبراهيم وتتمتعوا بالخلاص اللي تمتع به يوسف
وهو في أرض مصر. نفسنا يا ربي من كل قلبنا إنك أنت تدينا روح القوة وتدينا الفكر الروحي. صحيح إلهنا إله نظام وليس إله تشويش، حتى السماء لها طقسها ولها نظامها زي ما جه في سفر الرؤيا، ولكن يلزمنا باستمرار ان احنا نفهم الفكر الروحي لكل عمل. ما فيش حاجه هي كده يعني هي كده، الهنا ادانا هذا الفكر وادانا هذا العقل وادانا الروح القدوس لكي زي ما قيل عن استفانوس انه كان مملوء من الروح القدس وحكمه. بزعل لما واحد يسأل سؤال يقول له ليه بنعمل كذا في القداس، يقول له هي كده. ده يا أخي ده قيل عن استفانوس في بداية الكنيسة إنه كان مملوءا من الروح القدس وحكمة. فيش حاجة في الكنيسة عندنا هي كده، لكن احنا بروح الله القدوس ندرك أسرار الله ويرتفع عقلنا وفكرنا ونشعر أيضا بالشبع. لما نقرا عن كتابات الآباء عن تقديس الفكر وتقديس العقل نقول لربنا ما أجمل عطية العقل والفكر لما يتحطوا بين إيدين روح الله القدوس، ولما يتقدس الإنسان في أعماقه ويسلك بالفكر الروحي السليم. إلهنا الصالح الذي أعطى استفانوس هذه الروح الجميلة وأعطاه الفكر الروحي الحي يعطينا كلنا أن نتمتع بكنيسة المسيح وبأسرارها، نتمتع بالسماء وبكل أيضا أسرارها، ويكون لنا ملء الروح وتكون لنا حكمة السماء لكي نعيش دائما ملتهبين بالروح سالكين كما يليق كأولاد لله. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. كان 25 دقيقة؟